الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار لا للتضييق على المجتمع المدني لا للفساد ونهب المال العام. الوقفة اليوم تأتي في سياق التحولات الأخيرة التي شهدتها بلادنا وخاصة ما يتعلق برغبة الحكومة وتوجه الحكومة نحو تعديل المسطرة الجنائية وتضمين هذه المسطرة وقال مشروع المسطرة الجنائية تضمينه المادة الثالثة التي تمنع الجمعيات بالتبليغ عن جرائم المال العام، كما تقيد من جهة أخرى النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، بحيث بمقتضى هذه المادة ستصبح النيابة العامة وسيصبح رئيس النيابة العامة تحت سلطة مفتشي العامة الداخلية ومفتشي العامة المالية وأيضا تحت سلطة المجلس الأعلى للحسابات، إذ أن رئيس النيابة العامة لا يمكنه أن يتحرك إلا بناء على التقارير التي يتوصل بها من الجهات الإدارية الواردة في المادة 3 من هذا المشروع. نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام نعتبر أن هذا يشكل نقوصا ويشكل انتكاسة حقوقية وقانونية ودستورية، على اعتبار أن المجتمع المدني بوأه الدستور مكانة مهمة وجعله دور أساسي في وضع السياسة العمومية وتقييمها ومراقبتها، وأيضا لكون الجمعيات أيضا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدق عليها المغرب قد اعتبرت أن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة هو دور رئيسي ومحوري. ولذلك نعتقد اليوم أن هناك توجه مستفيد من الريع ومن الفساد ومن الرشوة في المغرب يحاول أن يجرد المجتمع من كل الآليات والوسائل المؤسساتية والقانونية التي بإمكانها أن تساهم في محاربة الفساد. أيضا هذا التوجه لأنه مستفيد من زواج السلطة والمال هو نفسه الذي أقبر جريمة الإطراء غير المشروع وأقبر كل القوانين التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة. اليوم ندق ناقوس الخطر ونقول بأن ما وقع أخيرا في سبتة من محاولة الهجرة الجماعية وما وقع أيضا من فيضانات في بعض المناطق التي عرت البنية التحتية وعرت واقع تلك المناطق، واقع الفقر، واقع غياب الخدمات العمومية وواقع التفاوت الاجتماعي بين فئات المجتمع وأيضا التفاوت المجالي. إذن كل هذا الواقع يجعلنا اليوم ندق ناقوس الخطر، لأنه نحن لا نعتبر الشكايات هي غاية في حد ذاتها، بل هي مجرد وسيلة للتبليغ عن جرائم الفساد، وهذا التبليغ هو متاح للمجتمع بمقتضى القانون رقم 3710 الذي يفرض على كل شخص أن يبلغ بجرائم الفساد. إذن نعتبر هذا توجه نقوصي، توجه يحاول أن يقوض كل المكتسبات الحقوقية والدستورية، ولذلك فإن في الجمعية نرفضه بشكل قاطع وسنواجه هذا التوجه بكل وسائل المتاحة والمشروعة وسنعبئ المجتمع بكل إمكانياتنا من أجل تنخرط كل القوى الحية والضمائر الحية وكل الفاعلين وكل إرادة في هذا المجتمع من أجل أن تنبه إلى خطورة ما يدفعنا إليه البعض من ارتداد ومن نقوص ومن انتكاسة على المستوى الحقوقي والدستوري والقانوني.